كان بداية الجائحة يفترض أن تعقد قمة مجموعة العشرين، كان هناك قمة استثنائية تقريبا في مارش، طلب منا تطوير نظام مرئي آمن وهو نظام بروق. كانت هذه البنية التحتية الجاهزة قبل بداية الجائحة هي الممكن الأول لنا في تطوير هذا الحل. استطعنا خلال تقريبا أسبوعين أن نقوم ببناء البنية التحتية المتكاملة، واستطعنا ولله الحمد من إدارة وتشغيل القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين في مارش، وأيضا في نهاية السنة تقريبا في أكتوبر استطعنا أيضا من إدارة وتشغيل القمة الاعتيادية من خلال بنية تحتية متكاملة اتصال مرئي. المشاركون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن نرحب بكم في قمة الرياض وفي القمة الثانية هذا العام. يؤسفنا لم نحظى استقبالكم في الرياض نظرا لظروف الظروف الصحية تواجهها جميعا في هذا العام. نقول من دواعي سرورنا أن نراكم اليوم جميعا، وأشكركم على المشاركة.